النهاردة إن شاء الله هيكون معانا مجموعة من فرص العمل اللي هتكون متوفرة في هولندا للي خارج الاتحاد الأوروبي، وبوضح وبأكد تاني إن الفرص دي علشان ناس كتير في الكومنتات بتتكلم في النقطة دي وبيقولوا إن دي لازم تكون في هولندا أو لازم تكون في أوروبا عشان تقدر تقدم في الوظائف دي. أنا بقولك إن الفرص دي موجودة للناس اللي خارج الاتحاد الأوروبي، لأن الفرص دي بالفعل هما مش لاقيين حد داخل أوروبا يشتغل فيها فأعلنوا عنها خارج الاتحاد الأوروبي. يعني سهل جدا إنه صاحب العمل يقدر إنه يطلع لك عقد العمل وان هو يجيبك على الوظيفة دي بكل سهولة. وهنشوف مع بعض طريقة التقديم على الموقع على الطبيعة قدامنا دلوقتي. وده على فكرة الموقع ده موقع مؤسسة جرابش جروب، دي مؤسسة معروفة ومؤسسة خاصة بالتوظيف وامور الهجرة، ومدعومة زي ما شفنا وقت من ادارة الهجرة لاستخراج التأشيرات، وشغالين بالفعل من 2015 زي ما هو موضح قدامنا. وتحت هنا الوصف هو عنهم بيقولك توفر مجموعة جرابش فرص عمل عالية الجودة وحلولا للقوى العاملة، انها شركة رائدة في مجال التوظيف حيث توفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل شهرية. يعني الشركة دي شغالة بالفعل من 2015 وبتوفر كل شهر حوالي 2500 فرصة عمل من مختلف البلاد، طبعا من كذا دولة في الاتحاد الأوروبي وغيره. ودي ناس اوت اللي هو طلبات التأشيرة اللي ناجحة بالفعل عندهم الاسبوع ده، ناس من جنسيات مختلفة نجحوا فعلا في ان هم ياخدوا تأشيرة من خلال عقد عمل من خلال وظيفة من الوظائف اللي موجودة على الموقع ده. وهنا كل التفاصيل بالنسبة لأعداد الوظائف والدول اللي هي موجود فيها الوظائف متاحة على الموقع: فرنسا والنرويج والسويد وكندا والدنمارك وهولندا وفنلندا ودول تانية كتير داخل اوروبا وخارج اوروبا زي ما احنا شايفين. هسيب لكم اللينك طبعا بتاع الموقع، تقدروا تعرفوا كل حاجة عنه وتقدروا تتأكدوا من ان الموقع شغال فعلا فعال، والوظائف اللي موجودة عليه هوريكم دلوقتي ازاي تقدموا عليها على الطبيعة. الوظيفة الاولى معانا هي وظيفة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. انا اخترت طبعا الوظائف كالعادة اللي هي ما فيهاش اي حاجة معقدة، مش بتحتاج شهادات ومؤهلات وخبرات والكلام ده كله. اول وظيفة معانا عامل مستودع زي ما احنا شايفين، مكان الوظيفة هولندا. الوظائف المتاحة هناك 15 فرد، 15 مكان متاحين، عايزين عامل عادي، عامل مستودع يعني هتشيل حاجات وترص حاجات وحاجات عادية مش محتاجة اي خبرة. ونوع الوظيفة دوام كامل، والراتب 11.90 سنت تقريبا، يعني نقول 12 يورو مثلا في الساعة، وده يعتبر يعني راتب مش كبير بالنسبة لهناك. وعلشان كده الوظائف دي مفيش حد في أوروبا بيقبل إنه يشتغل بيها، يعني بيكون متاح قدامهم بالفعل فرص تانية أفضل من كده بكتير وسهل إنهم يشتغلوا فيها برواتب أعلى. فإيه اللي هيخليه هو شخص من داخل أوروبا يعني إنه يشتغل في شغلانة زي دي؟ فالموضوع بيجي بالشكل ده، علشان كده الناس دي طالبة ناس من خارج أوروبا هتقبل بالرواتب دي. الرواتب دي بالنسبة لأي حد خارج أوروبا هتكون حاجة كويسة. وفي النهاية الحاجات دي كلها زي ما قلنا ووضحنا قبل كده هي مجرد خطوة تاخدها إن أنت تقدر تدخل أوروبا، وبعد كده ممكن تشوف فرصة تانية افضل. الشيفتات طبعا نهار ومساء وصباح، يعني تقريبا 3 شيفتات في 8 ساعات انت ممكن تشتغل في اي شيفت منهم، وتاريخ البدء في اقرب وقت ممكن زي ما وضحنا قبل كده. لما بيكون صاحب العمل محتاج حد بسرعه بيكون تاريخ البدء على طول، مش محدد فتره معينه تبدا منها، لا على طول اول ما تكون انت جاهز ومتوافق مع متطلبات الوظيفه وهو بالنسبه له الدنيا تمام بيبدا يبعت لك ويتواصل معاك وتروح على طول. انت هتكون مسؤول عن تحصيل الطلبات وعبوات التعبئه والتغليف، تجهيز البضائع للعبور، معالجه البضائع الوارده بواسطه المسح الضوئي اليدوي، والتعامل مع الشاحنه زي ما احنا شايفين كده الناس اوقات بتعمل الباركود مثلا بآله معينه كده، ناس تانية مثلا شغال في جارد بيراجع وراه، ناس تانية بتشيل وبترص وبتعمل زي ما احنا شايفين. وزي ما هو موضح قدامنا الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. ما يمكننا تقديمه بيقول لك هو عقد مبرم بشروط هولنديه، يعني عقد عمل رسمي موثق من اداره العمل والهجره الهولنديه، وتامين صحي طبعا. والراتب بيكون بشكل اسبوعي بيتم تحويله مباشره لحسابك البنكي، وبيكون في حوافز ومكافئات طبعا بتكون على حسب طبعا الحاجات اللي انت هتقدمها زياده عن الاتفاق. لو اشتغلت طبعا عدد ساعات زياده بيكون الموضوع اغلى من كده، يعني الساعه الزياده مش بتكون ب 12 يورو زي ما هو موضح قدامنا. وبيقدم لك كمان مكان للاقامه والسكن، وبيقدم لك كمان الانتقال للعمل في سياره الشركه، يعني من السكن للعمل والعكس، والشغل بنظام ورديات زي ما قلنا اللي هم الثلاث ورديات. هم مستنيين منك ايه بقى؟ هم مش عايزين منك غير تقريبا اللغه الانجليزيه، ان انت تقدر تمشي امورك بس وتقدر ان انت تتكلم مع الناس اللي انت شغال معهم زي ما وضحنا قبل كده، والقدره على العمل ضمن فريق طبعا برضو وضحنا الحاجات دي في كل الوظائف اللي قبل كده. رخصه القياده بيقول لك ستكون ميزه اضافيه، يعني هي مش طلب اساسي مش مطلوب، لكن هتكون حاجه افضل بالنسبه لك لو معاك رخصه قياده هيكون افضل. ولو معاك رخصه قياده طبعا من اي دوله سواء انت في مصر او في اي دوله عربيه بتتابعنا منها، تقدر ان انت تترجم الرخصه دي او تشوف الاجراءات المتبعه علشان تقدر تستخدمها بشكل دولي في دوله تانية، بحيث ان انت تقدر تستخدمها بشكل مباشر اول ما توصل هنا على طول.
وهنا موضح لك تحت كل التفاصيل اهوت بالنسبه للراتب اللي انت هتاخده في الساعه لو اشتغلت في الاوقات العاديه، والحاجات الاضافيه طبعا بناء على كل الحاجات اللي انت هتعملها او العمل اللي هينطلب منك. يعني شغلك طول الاسبوع بانتظام وبدون غياب ده بتاخد عليه مقابل 25 يورو، لو اشتغلت كسائق في المكان سواء على عربيه او رافعه شوكيه او غيره بتاخد طبعا 2.25 يورو اضافي. ساعه العمل اليوم الاحد او العطلات طبعا الايام اللي فيها عطله رسميه لو انت اشتغلت فيها بيكون الراتب 22 يورو و92 سنت، يعني حوالي 11 يورو زياده، ودي المكافئات اللي هتحصل عليها بالتفصيل في العمل بعد ما تكون بقيت اقدميه، يعني بعد اسبوعين بعد 4 اسابيع بعد 8 اسابيع هتبدا تزيد تدريجي والمكافئات بتاعتك هتزيد وهكذا. نيجي بقى للموضوع المهم وهو طريقه التقديم معانا. اول حاجه بتكتب اسمك كامل هنا، بتكتب البريد الالكتروني زي ما وضحنا قبل كده، بتكتب هنا رقم الموبايل بتاعك ويكون كود الدوله قبله، وهنا بتكتب رقم جواز السفر وتتاكد ان هو الرقم صح. في بعض البلاد بيكون الارقام بتاعتها ارقام بس، وفي بعض البلاد زي مصر ودول تانية بيكون في اولها حرف، لازم تكتب الحرف ده وبعدين تكتب الرقم زي ما هو موجود، وبتكتب عنوان اقامتك الحالي، العنوان اللي انت مقيم فيه بالفعل. ودي اهم خطوه في الموضوع طبعا اللي هو خطاب المقدمه ده او الرساله او الكفر ليتر زي ما قلنا، وده اللي هو بيبقى زي خطاب تحفيزي كده ان انت بتكتب فيه كل المهارات اللي عندك وليه انت عايز تقدم للوظيفه دي بالذات وليه عايز تشتغل في الدوله دي، ايه المهارات اللي عندك وايه اللي انت تقدر تقدمه للشغل ده، اي حاجه رساله تحفيزيه تخلي صاحب العمل متحفز وان هو متحمس ان يجيبك، لان اكيد ناس كتير بتقدم للشغل ده ومش كل الناس اللي بتقدم بتتقبل، فتحاول تهتم بالموضوع ده وحاول تبحث عن كتابه كفر ليتر او عمل السي في، الكلام ده كله موجود على يوتيوب ناس كتير شرحها بشكل بروفيشنال اكتر. وانا برضو هسيب لكم نموذج بسيط كده للرساله التحفيزيه دي الناس تبدا تاخد منها فكره، برضو ما تاخدش الرساله كوبي زي ما وضحنا قبل كده، بلاش الناس تاخد الرساله كوبي علشان ما يجيش صاحب العمل يلاقي الرساله اللي جاله كلها شكل بعضها فبيرفضهم كلهم طبعا وبيحس ان هي حاجه فيك او حاجه مش مظبوطه، يعني الناس كلها اكيد مش نفس المهارات ولا نفس طريقه الكلام. فانا هسيب لك تحت الفيديو لينك في الملف ده هيكون عباره عن نموذج بسيط لخطاب التعبير عن الاهتمام، هيتكتب بالشكل ده، الكلام الاحمر ده هتشيله، القوسين اللي فيهم كلام احمر اي حاجه بالاحمر ده هتشيلها وهتكتب مكانها طبعا بياناتك انت، هنا هتكتب اسمك بالانجلش طبعا، هنا جنسيتك وبلد اقامتك اللي انت مقيم فيها حاليا، وهنا تاني هتكتب بلد اقامتك الحالي، وهنا هتكتب الايميل اللي هو المفروض يتواصل معاك من خلاله لو قبلك في الوظيفه دي هيبعت لك ايه العقد العمل او الرساله بتاعه القبول المبدئي على الايميل بتاعك من هنا. طبعا الكلام ده كله هتترجمه عادي على جوجل تبدا تفهم الفكره منه بتتكلم عن ايه بالظبط، وتبدا تكتب حاجات تنطبق معاك ومع شخصيتك ومع اسلوبك ومع مهاراتك طبعا وامكانياتك. بعد كده هترفق السيره الذاتيه بتاعتك، طبعا تكون مجهز السيره الذاتيه كويسه باي صيغه من الصيغ دي بي دي اف او دوكيومنت، بس في ملحوظه هنا بيقول لك حاليا نحن لا نقبل ملف جي بي جي، يعني خليك في الدوكيومنت اللي هو ملف الوورد او البي دي اف يكون افضل. وبعد كده هترفق صوره من الباسبور بتاعك، وبرده تحاول انت تحط الصوره دي في ملف دوكيومنت او بي دي اف ما يكونش برده بصيغه الصور اللي هي جي بي جي. هنا لو عندك خبره خاصه بالمجال بتكتب الخبره بتاعتك عدد السنوات من 0 لسنه او من سنه لاثنين وهكذا. هنا بيقول لك باستخدام هذا النموذج فانك توافق على تخزين ومعالجه بياناتك بواسطه هذا الموقع، يعني بيقول لك خلاص انت كده اكملت البيانات وانت موافق ان احنا نبعت النموذج ده للموقع بتاع صاحب العمل بشكل مباشر علشان يشوف الطلب بتاعك ويبدا يتواصل معاك لو كان مناسب ليه. فبتضغط هنا طبعا بتعمل على علامه صح وبتعمل تقدم، وبتكون بالشكل ده خلصت التقديم على الوظيفه بكل سهوله، مش هتخسر اي حاجه لو قدمت على الوظائف دي. وبلاش تفضل تقول بقى الكلام اللي هو ايه الناس دي بتضحك علينا وان الكلام ده متاح للي في اوروبا بس ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني انت في النهايه مش هتخسر حاجه حتى لو كان هو الكلام كده فعلا. بس انا بقول لك وباكد لك هو طالب منك هنا رقم الباسبور اول حاجه، كمان هو طالب منك هنا صوره الباسبور، وده اصلا موقع خاص بامور الهجره والتاشيرات وشغال على كده، يعني اكيد لو الموضوع ده اللي داخل هولندا هيكون على المواقع التانيه اللي هي موجوده داخل هولندا، وهيكون موضح ان هو مش عايز حد من خارج الاتحاد الاوروبي او هولندا او ايا كان، يعني زي ما شفنا في المواقع اللي قبل كده. نيجي للفرصه اللي بعدها معانا، مساعد تجديد سوبر ماركت، برضو شغل عادي وبسيط خالص في السوبر ماركت، الراتب بتاعها 12 يورو 60 سنت، فتره العمل سنه، والشيفتات بتاعتها ليل ونهار يعني هم شيفتين بس، برضو المتطلبات بتاعتها بسيطه خالص وما فيهاش اي مشاكل، وبرضو فيها امتيازات كتير وكل ده تمام. بالنسبه للمتطلبات الاساسيه اللي تهمنا طبعا ان انت تكون اكتر من 18 سنه، واللغه الانجليزيه تكون عندك مستوى كويس، والاستعداد للعمل في الليل ورخصه القياده هتكون ميزه اضافيه، يعني برضو نفس الموضوع الشرط الاساسي هنا يعتبر هو اللغه الانجليزيه، وبرضو مش شرط ان انت تقدم شهاده لغه انجليزيه عشان نوضح النقطه دي، هو عايزك تكون عندك خلفيه في التعامل بس باللغه الانجليزيه، يعني بنسبه 50 60% هيمشي حالك يعني. والتقديم على الوظيفه هو نفس الموضوع بنفس الشكل زي ما وضحنا، هيكون في كل الفرص اللي هنوضحها. الفرصه اللي بعد كده هي عامل مستودع زي ما احنا شايفين، دي طبيعه الشغل زي اول فرصه وضحناها، الراتب 11 يورو 84 سنت، شيفتين صباحي ومسائي، مده العمل
العمل سنة، برضو المطلوب منك مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والقدرة على العمل ضمن فريق، ورخصة القيادة هتكون ميزة إضافية، يعني برضو مفيش أي شروط خاصة بأي حاجة غير إن أنت تكون بتتكلم إنجليزي كويس. الفرصة اللي بعدها برضو عامل مستودع نفس النظام بنفس المتطلبات ونفس رينج الراتب تقريبا ونفس التفاصيل كلها. آخر فرصة معانا وهي عامل إنتاج، طبيعة الشغل زي ما احنا شايفين كده تغليف وتعبئة، شغالين في مجال الأسماك تقريبا المعلبة أو حاجة زي كده. برضو المطلوب منك مهارات تواصل باللغة الإنجليزية والرغبة في العمل وأخلاقيات عمل قوية والمرونة في العمل في الورديات النهارية والمسائية، ومفيش أي متطلبات صعبة ولا في أي شروط، والتقديم وضحناها زي ما قلنا. لو في أي حد عنده أي سؤال أو استفسار أو حاجة مش واضحة حابين نوضحها تفضل اكتبها في كومنت وأنا برد على كل الكومنتات. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك علشان نستمر في تقديم المحتوى ده لو كنت مهتم بيه، وشارك الفيديو ده مع غيرك من المهتمين بالسفر عشان يوصل لأكبر قدر ممكن والناس تبدأ تستفاد منه. ولو كنت لسه بتشوفنا لأول مرة ومهتم بالمحتوى اللي بنقدمه اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك أي فيديو جديد.